السلام عليكم. النهاردة هنتعرف على برنامج جديد اسمه سيتي كات. هو بتقدر تخطط دي مثلا منطقة معينة أو مدينة معينة. طيب ممكن تيجي من درو وتبدأ تقول له أنا عايز أرسم روت بالشكل دوت. تختار اسم الروت ده زي طريق، وطبعا الطريق لما يتقفل هتبقى المنطقة اللي جواها تبقى زي ضاحية، ولكن مثلا اختار مثلا ده هاي ستريت، هاي ستريت اهوت، ودي الخصائص بتاعت الهاي ستريت. الخط هيبقى في مثلا متر مثلا للمشاة وثلاثة متر للباص وهكذا. طيب قفلنا مثلا بالشكل دوت، هيبدأ بقى يعمل ان في مثلا بيوت هنا وفي اشجار جوه. طبعا كل الخصائص اللي جوه تقدر تتحكم فيها. طيب قول له مثلا انا مش عايز الهاي ستريت، انا عايزها مثلا ريزيدنشال مثلا اهيت. طيب بالشكل دوت ممكن تقول له انا عايز اغير الخط، مثلا عايزها تبقى نيو رود، وتقدر توصلهم ببعض بالشكل دوت اهو. لاحظ الطريق هنا مختلف عن هنا، مختلف عن هنا. ممكن تقول له انا عايز مثلا اسمه ريزيدنشال ستريت بالشكل دوت. طبعا لازم تكون عارف نظريات التصميم العمراني للمدن عشان محدش من السكان يدعي عليك، مش مجرد سوفت وير. ممكن تقول مثلا انا عايز ارش اشجار، فتبدأ تختار عدد الاشجار والخصائص بتاعتها والالوان اللي انت عايزها وهكذا. تمام، وتحت بيبدأ يجيب لك المعلومات. بالشكل دوت انا خدته بيجيب الاشجار بس، كل ما تبدأ تحط هيبدأ يزود لك عدد الاشجار والمعلومات اللي عنهم، والجروس اريا قد ايه، والنمبر اوف يونت يعني نمبر اوف يونت، والجروس فلور. طيب بعد كده ممكن تقول له سيلكت. لو انت عايز تعمل اوربت تبدأ تتفرج على الحاجات اهيت، او ممكن تيجي هنا في النافيجيتور وتقول له انا عايز ابص في الناحية ديت، او تعمل زوم بالبقرة بحيث تشوف الخصائص. وعندك هنا سيتنج للديسبلاي والنافيجيتور والشيدنج والساند سكاي وهكذا، تقدر تتحكم فيها بشكل قوي. ممكن تيجي على موديفاي وتختار اي جزء انت عايزه وتشوف الخصائص تحته ويتعدل فيها. مثلا هنا تقدر تشوف اليونت في اريا قد ايه، فتقدر تغير لو انت حابب. تمام، وتقفل مثلا دول المفروض يبقوا 200 مثلا، وتبدا تشوف لو انت في عندك مثلا رصيف معمول او طريق معمول ممكن تعمل له روتيت او اوفست او سند او فلت زي ما انت عايز. تقدر تخفي الجريد مثلا او تظهره لو حابب. هنا هتلاقي اللي انت ممكن تضيف ايتم زي ما انت عايز، تقدر تشوف ايه الايتم اللي انت عايز تضيفها. باف ستوب مثلا بحيث الناس اللي تبقى اعلى مثلا اهوت بالشكل دوت.